للحديث عن هذه النقاط أيضا أعود من جديد إلى ضيفي الذي معنا الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور هشام الهاشمي خبير في شؤون الجماعات المتشددة. دكتور هشام تابعت معنا التقرير وطبعا تعلم بأنه داعش عودنا منذ بداياته على البروباغاندا الإعلامية على الفيديوهات عالية الدقة مؤثرات صوتية، يعني عشنا هذه الفيديوهات لفترات طويلة وهذه اعتماده ربما على يعني هذه المؤثرات حتى الإعلامية المهولة في بروباغاندته. الفترة الأخيرة لم نعد نشهد ذلك، أصبحنا نعيش ربما انهيار دعاية داعش في الفترة الأخيرة. السيناريوهات المحتملة بعد انهيار منظومة داعش الإعلامية حقيقة واضح، هو بعد مقتل أبو محمد فرقان ومن قبله أبو محمد العدناني انحدر مستواهم المهني وانحدر ما لديهم من إخراج لهذه الفيديوهات بالطريقة الهوليودية التي ظهرت في 2015 و2016. واضح أنه أيضا فقد الكثير من كوادره الإعلامية سواء كان ريان المشعل أو غيرها ممن يديرون بيانات أعماق، أيضا هم لا يمتلكون القدرة اليوم على ذلك التصوير. كمراقب في 7 شهور هم بثوا ما يقارب 210 مادة فيلمية، الانحدار فيها واضح بعيد عن ما كانت تنتجه تلك المؤسسات التي تزعم أنها تناصر هذا التنظيم المتطرف مثل الفرقان والحياة وأعماق وغيرها من المؤسسات. إذن هو فقد قدرته على الغواية الإعلامية، أيضا هو لا يمتلك خطاب موجه لغير أتباعه من التنظيم، هو كل ما ينشره من مادة فيلمية هي لتثبيت من بقي من هؤلاء المقاتلين وربما رفع روح المعنوية لهم، بخلاف تلك المواد الفيلمية التي كانت تبث هي موجهة بلغات مختلفة وأيضا فيها رسائل فيها أبعاد أكثر من المحليين والمناصرين، كانت فيها القدرة على الجذب والتطوع. أيضا نعم. هذه الأفلام كلها أفلام تخدم أجندة الدفاع وليس أجندة النصر والتمكين والاستيلاء، إذن معناها أنه هو لا يزال يخسر ويدافع. وأيضا هذه المادة الفيلمية تفقد القدرة على أي عمليات اشتباك وفيها تقدم، هي عمليات انتحارية وانغماسية والنتيجة أن من يكون فيها مصيره الهلاك. إذن فقد هذا التنظيم قدرته على الغواية والإعلام المحترف. طيب هل يمكن أن نقول أن هذه الترسانة الإعلامية، هذه البروباغاندا المهولة التي كان يستعملها داعش هي سلاح ذو حدين، هي من كانت سبب ربما في سطوع نجمه وفي فلوله حاليا؟ بالتأكيد أتفق مع ذلك، أنه حتى العمليات الإعدام التي كان يبثها بخصوص الجنود العراقيين الذين يقوم بإلقاء القبض عليهم أو خطفهم في بداية الأمر كانت مرعبة، لكن النتيجة أعطت للجنود العراقيين معنويات كبيرة أنه لن يعطي نفسه أسيرا لهذا التنظيم المتطرف ويقاتل حتى يقتل. رفع المعنويات جاءت بنتيجة معاكسة كمتابع للحالة النفسية للقوات العراقية، أن الجندي العراقي يفعل كل شيء على أن لا يكون أسيرا بيد هذا التنظيم المتطرف، وبالتالي فسدت الغواية الإعلامية والإرهابية لهذا التنظيم. نعم هي رفعتهم في زمان والآن هي التي خفضتهم في هذا الزمان. طيب تأثير ذلك على أنصار داعش، على من تبقى حتى ربما من أهداف داعش للتجنيد لأي مقاتلين جدد، يعني عدم توفر هذه البروباغاندا الإعلامية الآن وانهيارها، هذه القوة التي كان يعتمد عليها داعش، كيف سيؤثر ذلك؟ حقيقة هو ما أثر واضح، أنهم غالبا غادروا تويتر، غادروا الفيسبوك، والآن اتجهوا إلى الجروبات المغلقة في التليجرام والويكر والسيجنال والواتساب، جروبات مغلقة يتداولها 10 فيما بينهم أفكار على جدل على خصومة. أيضا حتى نشرة رومية التي تظهر بأكثر من لغة غربية في نشرتهم الآن يوجهون إلى عمليات خارج مناطق العراق وسوريا وليبيا، ويوجهون في آخر نشرة لهم في ماليزيا وأندونيسيا، وبالتالي واضح أنهم فقدوا القدرة على إدارة المعركة وإدارة العمليات إعلاميا وعسكريا وأمنيا. شكرا لك دكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد.